هي مكاسب للامريكي يعني، اللي بيزرع قواعده، اللي بده ياخذ المنطقه على فوضى هدامه وعلى تدمير، ان بمحاوله العدوان على ايران او في لبنان او في سوريا. وتاليا الان كمان في جهات عربيه او غير عربيه تحاول الاستثمار بالازمه العراقيه لتصعيد التناقضات وتحقيق مكاسب. دكتور علي الاديب، اسمع منك تعليق حول هذه النقطه، خصوصا موضوع الاموال والخوف الان من يعني ضخ اموال من قبل بعض الدول العربيه لشراء هذه الانتخابات، كيف تعلق؟ وتعقيب كذلك على ما دار من نقاش بالطبع. انا باعتقادي نعم انا قبل ان اعلق على موضوع شراء الاصوات في الاموال، وهي مساله معروفه ومعلنه ولا اعتقد تحتاج الى تعليق، لان الشعب العراقي ينبذ ذلك، واعتقد من ينجح باموال الخارج لا يمكن ان يكون ممثلا لهذا الشعب، انما يكون ممثلا لتلك الاموال ولتلك الجهه التي دفعت هذه الاموال. ولكن احب ان اعلق على مسائل اساسيه طرحها ضيفك الكريمين، وكنت اعتقد بان هذه الحلقه ينبغي ان يكون فيها من العراقيين من داخل العراق ليحاولوا ان يترجموا ما يقع في العراق ميدانيا، اما الدراسه من بعد والتاثر بالتحليلات التي يدخل عليها هذا الطرف او ذاك فهي ليست مسألة عراقية ولا يمكن أن توصل إلى حل، ولا أعتقد بأنها يمكن أن توعي الشخص الذي سيشاهد هذه الحلقة. اسمح لي أن أقول بشأن موضوع المصالحة، الحكومة العراقية الحالية موصاة بالمصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية عمل وطني داخلي وليست مشروعا إملائيا يتحدث به هذا الطرف أو ذاك أو ينصح به أحد من خارج العراق للعراقيين. ولا أعتقد أن حكومة موجودة في العالم اليوم ترغب في أن يتقاتل أبنائها على أساس مذهبي أو قومي. لا. والحكومة العراقية أثبتت بأنها وطنية ويهمها استتباب الأمن وأن يكون القانون فوق الجميع وليس هناك من يكون فوق هذا القانون، وهذا ما أثبتته الحوادث التي مرت بها الحكومة الحالية عبر السنوات الأربعة، ويشهد في ذلك المواطن العراقي ولا يحتاج إلى شهادة من آخر. هذه مسألة أساسية. أما فيما يخص موضوع البعثيين ومن يشملهم موضوع المساءلة والعدالة، وهو موضوع قانون، هذا القانون سنه مجلس النواب. أنت عندما تكون في مواجهة آثار حقبة معينة سوداء مرت في العراق، مرت 35 سنة على العراق، والبعث يرتكب جريمة بعد جريمة ويتخذ قرار بعد قرار يهدد فيه العراقيين، يهدد فيه حزب البعث وأنصار القائد الضرورة وكذلك الدول الإقليمية المجاورة للعراق، ويهدد السلم العالمي، ثم يضع العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هذا هو الاحتلال. من وضع العراق ضمن هذا الجدول هو بالحقيقة ذلك النظام. ذلك النظام كان نظاما شموليا يؤمن بالحزب الواحد ويؤمن باحتكار الحقيقة والقرار السياسي له، ولم يسمح لأحد أن يفكر بأن يكون له صوت داخل العراق. لا يمكن لمثل هذا النظام أن يتعايش مع نظام ديمقراطي حر باسم المصالحة. المصالحة تشمل المكونات الاجتماعية في العراق التي تعتقد كما يعتقد أخونا مجدي بأن هناك حقبة شيعية. لا يا أخي، الحقبة ليست شيعية، الحقبة وطنية ولكنها يرأسها اليوم رئيس وزراء شيعي، ولكن هناك رئيس جمهورية كردي وله نائبان، كما أن رئيس الوزراء له نائبان أيضا، نائب سني وآخر كردي، وكذلك مجلس النواب هي موزعة على المكونات الثلاثة. والأنكى من ذلك أنه مجلس الرئاسة الثلاثي هو له حق الاعتراض على قرارات مجلس النواب، وعلى هذا الأساس فالحقبة لم تكن شيعية كما حاول الأخ مجدي أن يفسر ذلك. لا. إنما إذا كان الرجل يحب أن يعرف الحقيقة ليأتي إلى العراق ويسأل المواطنين ليس في المناطق الشيعية وإنما في المناطق الكردية وفي المناطق السنية، ليتضح ذلك الموقف بالنسبة له بأن رئيس الوزراء اليوم ينطلق من موضوع المواطنة، وهو الذي تبنى صحوات هم أبناء العراق اليوم، وهم اليوم يتكيفون مع عمل الوزارات العراقية المختلفة بما في ذلك الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية. فالمصالحة ليست شرطا من أولئك المجرمين الذين تتلوث أياديهم بدماء العراقيين أو إنهم شركاء فيما أنتجه صدام من قرارات